الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وقفوهم إنهم مسؤولون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الحديث الآخر: وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه إياه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فحديثنا إن شاء الله يدور حول موضوعين: الأول المسؤولية، والثاني عن فضائل هذا الشهر العظيم شهر شعبان، أو عن بعض فضائله. أما الجانب الأول، فعندما نتحدث عن المسؤولية فكل عاقل مسؤول، والمسؤولية مرتبطة بالعقل والتكليف. أما الذين رفع عنهم القلم فهم معروفون: الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. أما العاقل، كل عاقل مكلف مسؤول، ولكن حدود المسؤولية تختلف من شخص لآخر وفق ما مكنه الله منه أو كلفه إياه. فيبدأ الأمر بالمسؤولية الشخصية، فإذا ما كون الإنسان أسرة اتسعت إلى المسؤولية الأسرية، وإذا ما تولى عملا عاما أو خاصا أو وظيفة ما كانت المسؤولية الوظيفية. وطالما أن الإنسان اجتماعي بطبعه فسمة مسؤولية اجتماعية، وما دام للإنسان وطن يحمله ويأويه فسمى مسؤولية وطنية. أما المسؤولية الشخصية فهي فيما بينك وبين الله عز وجل أن يجدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وقفوهم إنهم مسؤولون. وكل إنسان، كل إنسان على وجه العموم ما دام مكلفا عاقلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويقول الكافر
يا ليتني كنت ترابا. وقد سئل احد الحكماء العقلاء: هل هناك شيء اصعب على الانسان من الموت؟ هل هناك لحظة يمكن ان تمر على الانسان اصعب من لحظة الموت؟ قال: نعم، اصعب من الموت ان يتمنى الانسان الموت فلا يجده، واهل جهنم جميعا يتمنون الموت فلا يجدونه. ولذلك قص علينا القرآن الكريم: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف، لما يئسوا من الفناء او الموت، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ولذا يقول الحق سبحانه: فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن اللحظات الصعبة عندما تسأل عن حال إنسان يقول لك يعني بين الحياة والموت، لا هو في الأحياء ولا في الأموات، لا يدرك حياة ولا يدرك موتا، هذه أصعب اللحظات، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة صحيحة. هذا شأن من يفرط في حق الله أو يعتدي على حرمات الله. فالمسؤولية الأولى هي المسؤولية الشخصية فيما بينك وبين الله. ثم إذا ما كونت أسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والزوج والزوجة مسؤولان مسؤولية كاملة عن أبنائهما تربية وإطعاما. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي لو لم يكن عليه أو لم يرتكب من الإثم إلا أنه يقصر في حق أهله لكان ذلك طريقا إلى الهلاك. والمسؤولية هنا ليست في مسؤولية توفير الطعام والشراب والكساء فحسب، لأن بعض الناس إذا ما وفر سبل الحياة المادية ظن أنه قد أدى حقه وواجبه تجاه أسرته وأبنائه. المسؤولية هنا مسؤولية كاملة عن تأديبهم وتعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم. 3 أخوات أو 3 بنات أو 2 أو 2 من أدبهن وعلمهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار يوم القيامة. فأنت لست مسؤولا عن توفير الجوانب المادية فحسب، بل إنك مسؤول أمام الله عز وجل عن أبنائك. علموهم الصلاة لسبع، علمه الصلاة، خذه إلى المسجد. ولما جاء أحد الناس يشكو ابنه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه يسيء إليه وأن ابنه يعقه، قال له: أعلمته الصلاة لسبع؟ أحفظته كتاب الله عز وجل؟ أيحفظ ابنك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قال: لا. قال: عققت ولدك قبل أن يعقك؟ إنك لن تجني من الشوك العنب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها: لقد كبرت وطال بها العمر ومن العسير صلاحها، فات الأوان ولا مفر، قد ينفع الإصلاح والتهذيب في وقت الصغر، والطفل إن أهملته نشأ تعثر في الكبر.
فتنتقل المسؤولية من المسؤولية الفردية إلى المسؤولية الأسرية، فأنت مسؤول عن زوجك وأبنائك نفقة وإحسانا وتعليما وتأديبا وحسن معاملة. ثم يتسع الأمر إلى المسؤولية المجتمعية، وهو ما يعبر عنه عند الفقهاء بفروض الكفايات. فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الاسم عن الباقين، كصلاة جنازة اليوم، نسأل الله أن يرحم المتوفى أو المتوفاة. اليوم إذا صلى بعض الناس أو صلى جزء من المسجد سقط الاسم عن الباقين، مع أننا نؤكد على ألا تحرموا أنفسكم من فضل صلاة الجنازة. ومن هنا، لكن إذا لم يصلي أحد أثم الجميع. كنا ندرس في فقه فروض كفايات صلاة الجنازة ورد السلام وتشميط العاطس، إلا أن الأمر يتسع لكل ما يحقق بناء الدولة وحاجة المجتمع. فإطعام كل جائع، إطعام كل جائع، وكساء كل عارم، ومداواة كل مريض، وإغاثة كل ملهوف، وإيواء كل مشرد، كل ذلك من فروض كفايات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذه هي المسؤولية المجتمعية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ماء فليجد به على من لا ماء له، ومن كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. وعدد أشياء حتى قال الراوي: حتى ظننا أنه لا فضل لأحد في شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأشعريين، كانوا إذا أصابتهم شدة أو فاقة جمعوا ما بينهم، ما عندهم من طعام، فقسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وبهذه المناسبة يأتي يتوافق ذلك مع يوم اليتيم، اليوم أو جمعة اليتيم. وهنا يسأل الناس: ماذا عن تخصيص بعض الأيام لبعض المناسبات؟ لا حاجة على الإطلاق من تخصيص بعض الأيام للتذكير بحقوق بعض الفئات أو بفضل بعض شرائح المجتمع. فلا بأس أن يكون هناك يوم لتكريم الأم، ويوم للتذكير بحق اليتيم، ويوم للحديث عن فضل العلم، ويوم للحديث عن حقوق المرأة. كل ذلك حتى نتدارس العلم ونتذكر شريطة أمرين: أن ندرك أن هذا عمل إنساني من المباحات. تحديد هذا اليوم ليس دينا، ليس شرعا تقول من فعل، لا، لكنه لا حرج فيه ولا إثم فيه، وهو من المباحات. وما اصطلح القوم على يوم يكرمون فيه أهل العلم، ويوم يجعلونه لمحو الأمية، ويوم يجعلونه للتذكير بحق المعلم، ويوم يجعلونه للتذكير بحق اليتيم، فهذا أمر لا حرج فيه على الإطلاق، غير الذي نؤكد عليه ألا يقف البر أو الفضل عند حدود اليوم أو عند حدود التذكير، وأن يتوقف إكرام الأم عند هدية تقدم بيوم الأم ثم تجد عقوقا طوال العام. فوالله ما أكرم أمة من قدم إليها هدية في يوم عيدها وقال لها أف في عامها كله أو في أي يوم من العام. وما أكرم اليتيم من اعتنى به في مثل هذا اليوم ثم أهمل شأنه أو أكل حقه أو اعتدى على ماله في أي يوم من أيام العام. إذا كان التذكير يتم بحقوق بعض الفئات فليس اليوم بعينه، وإنما لنتدارس ولنعرف حقوق هذه الفئات. وبمناسبة اليتيم، إكرام اليتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا في الحديث الذي تكادون تحفظونه جميعا، أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. حتى
من كان يكفل أبناء أخيه أو أبناء ابنته أو أبناء ابنه، طالما أن له يتيم أنا وكافل اليتيم، هكذا في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، وقال صلى الله عليه وسلم: خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت بيت فيه يتيم يساء إليه. حتى الأم التي تربي أبنائها، الأم مع أنها تربي أبنائها إذا انقطعت لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين هكذا في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه، وهي بالكسر والضم معا إصبعيه وأصبعيه السبابة والوسطى، أنا وامرأة سفعاء الخدين هكذا في الجنة، امرأة آمت على يتاماها، أي انقطعت لهم بعد وفاة أبيهم فلم تتزوج، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا، أي كبروا وبلغوا أو ماتت. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تسابقني، روايات متعددة وطرق متعددة للحديث، تبادرني، تريد أن تفتح معي، تريد أن تدخل قبلي، فإذا امرأة تسابقني عند باب الجنة فأقول: من أنت أيتها المرأة؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. وفي المقابل لاعتداء على حق الأيتام، أموال الأيتام، لم أنظر إلى ماذا توعد الله من يعتدون على مال اليتيم في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا بد هنا من وقفة. بعض الناس يظن إن أكل مال اليتيم أن تأتي إلى ميراث اليتيم عن أبيه أو جده أو عمه ماله وتأكله. لا، ليس هذا فحسب، هذا تحذير شديد لكل من يقف عند مال اليتيم، سواء من المؤسسات الأهلية أو الجمعيات أو لجان الزكاة. كل مال يجمع على حس اليتيم أو حق اليتيم أو يخص اليتيم هو مال أصبح مال اليتيم. الجمعيات التي تجمع الأموال وتقوم على كفالة اليتيم لا يجوز لها أن تحبس المال عن الأيتام، ولا يجوز لها أن تصرف المال في غير حقه، ولا يجوز أن تتقاعس في خدمة هؤلاء الأيتام. كانت بعض الجمعيات تجمع الأموال وتقول: نحن نستثمر لحق الأيتام، ثم عائد الاستثمار يستثمر، ثم عائد الاستثمار يستثمر. نقول له: هل وفيت؟ هل تستطيع أن تقول إن كل يتيم في كل الدنيا، كل يتيم في بلدك أو في محيطك قد أكل جيدا ولبس جيدا وتعلم جيدا وتربى جيدا وقضيت كل حوائجه ووفرت كل ما يحتاج إليه؟ لو ادعيت ذلك في كل الأيتام لك أن تستثمر ما فاض من الأموال تحت بضوابط الشرعية. أما وأن الأيتام في حاجة وأن تستثمر أنت لتنشأ شركات تبعك أو تبع أحد أقربائك، أو أن تستفيد أنت، أو أن توظف بعض المقربين في هذه المشروعات، فأنت تأكل مال اليتيم سحتا. كل ما جمع لأجل الأيتام أو على حسهم أو بسببهم يجب أن ينفق عليهم وأن يصرف لهم، وألا يحبس عن وقته، وألا يصرف في غير مصرفه. فنية المتبرع أو ما جمع لأجله كنص الشارع، فما جمع للأيتام لا يصرف حتى لمصرف آخر من مصارف الخير، لأنه محبوس عليهم. فمن قصر في ذلك أو بدل أو فرط وقع تحت قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. لأن هذه الأموال بمجرد أن خرجت من يد المتبرع أو المنفق أو المتصدق صارت مالا لليتيم وليس مالا للجامع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكل من يعمل في شأن اليتيم عليه أن يكون حذرا
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحلال. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. أكدت وما زلت أؤكد أنه لا حاجة في تخصيص بعض الأيام للحديث عن حقوق بعض الفئات أو عن تكريمها. أما لنا عيدان، فهو العيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه نسميها أيام تكريم أو تذكير ولا حاجة بها. ثم إذا ما انتقلنا من المسؤولية المجتمعية التكافلية بين أبناء المجتمع، ننتقل إلى المسؤولية الوطنية. فالوطن لكل أبنائه وبجميع أبنائه، والوطن كما أكدنا في كتابنا الكليات الست هو أحد أهم الكليات والمقاصد الضرورية للتشريع. ففاقد الوطن المشرط لا يمكن أن يقيم لا دينا ولا وطنا، وإذا ضاع الوطن أو فقد الوطن فلا عرض ولا أمان ولا مال ولا دين، لأن الدين لابد له من وطن يحمله. والتأكيد على ذلك أن ما أكده وقراه الفقهاء قديما وحديثا من أن العدو إذا دخل بلدا من بلادنا وجب على أهله جميعا، رجالهم ونسائهم، شبابهم وشيوخهم، مسلحهم وأعزلهم، أن يهبوا للدفاع عن وطنهم، ولو فنوا جميعا في الدفاع عن وطنهم، ولو فنوا. فكون الإنسان الشريف المتدين يدافع عن وطنه ويفديه بنفسه، هذا دليل على أن الوطن من الكليات والمقاصد الضرورية. ولم يقل أحد من أهل العلم على الإطلاق إذا دخل العدو بلدا وخشيتم من القتل والفناء فانجوا بأنفسكم وبدينكم، هذا لم يقل به أحد على الإطلاق. لم يقل عالم واحد إن العدو إذا دخل بلدا فر بدينك وانشره في مكان آخر، وإنما قالوا على أهل الوطن جميعا أن يدافعوا عن وطنهم ولو فنوا جميعا. المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الوطنية تتكاملان، الإيجابية في خدمة الوطن، الإيجابية التفاعل، الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ثم هذه هي المسؤولية الوطنية. فالإنسان مسؤول عن نفسه أمام الله، له عليه مسؤولية تجاه أسرته أمام الله، عليه مسؤولية تجاه مجتمعه أمام الله، عليه مسؤولية تجاه وطنه أمام الله، وهناك المسؤولية الوظيفية. الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية، سواء في الوفاء بحقها، فإذا ما مكنك الله من أمانة أو ولاك أمرا عاما وجب عليك أن تدرك أنك ستسأل أمام الله. وعندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام ليس رئيس الدولة فقط، وليس المحافظ فقط، وليس الوزير فقط، وليس وكيل الوزارة فقط، وإنما هي مسؤولية على كل مسؤول، سواء كان رئيسا لقسم، رئيسا لمجموعة، رئيس مديرا لإدارة، أيا كان في حدود المسؤولية التي يتولاها، مسؤول عن عدة أمور، من أهمها أن يتفانى في الوفاء بهذه المسؤولية، وأن يدرك أنه إذا وفى بحق المسؤولية أيا كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع الإمام راع، وقلنا هذا يشمل جميع من تولى المسؤولية. فأيضا حديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل أيضا على كل المستويات. فإذا عدلت وتحريت العدل وأديت الأمانة، كما أن العقاب شديد على من يقصر، فمن أدى أمانة الوظيفة العامة أو المسؤولية العامة بكفاءة وتفان واقتدار وعدل بين الناس
فهو من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما إن قص وفرط فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر عشرة، لم يقل بقى ألف، تحت إدارتك عشرة، سواء كنت في قطاع عام، قطاع أعمال، قطاع خاص، شركة، أنت تتحكم في عشرة. من ولي أمر عشرات من الناس، حتى لو كان رئيس عمال أو رئيس أنفار أو أيا كان، أو مدير موظفين، أو حتى لو كان العشرة في مسجد وهو إمام مسجد كبير وتحته عشرة من الموظفين، من ولي أمر عشرات من الناس فما فوق ذلك، أتى الله عز وجل يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه اسمه، تقصيره أو ظلمه أو جوره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ولى رجلا على جماعة وفيهم أتقى، والتقوى هنا تشمل الصلاح الأتقى، القوي الأمين الحفيظ العليم، من ولى رجلا على جماعة وفيهم أتقى لله منه فقد خان الله ورسوله. ثم نختم بأننا في شهر عظيم مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه في العبادة، وما رؤي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شهر بعد رمضان منه في شعبان، فلما سئل عن ذلك قال: هذا شهر يغفل الناس فيه أو عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاقتداء بسنة وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا حسن الفهم. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمر يا رب العالمين. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.